покрая с тобой. رابطة طب وجراحة الصدر تقيم مؤتمرها الدوري السنوي الذي يتميز بحضور أطباء من كافة المحافظات ومن كافة القطاعات، ويتميز بتنوع مواضيعه، وحيث يتم إطلاع الأطباء على المستجدات بالمواضيع المطروحة في المؤتمر. ولنا أهداف ثلاثة: الهدف العلمي هو الإطلاع على كل جديد في المحاور أو في محاور المؤتمر، والهدف الثاني هو أننا كأطباء موجودين ومستمرون بتقديم الخدمات الطبية الأفضل، ومستمرين بنشاطاتنا العلمية بجميع الاختصاصات. والهدف الثالث هو تقوية أواصر التعاون بين الزملاء في سوريا. هذا المؤتمر متميز بكل أبعاد الكلمة من معنى، لأنه قدر يجي على دمشق أطباء من كل المحافظات السورية تقريبا الأطباء بحدود شي 100 طبيب مشارك من كل المحافظات الجنوبية والساحل والشمالية. مؤتمر فيه مستجدات بأمراض الجهاز التنفسي، المواضيع جدا متميزة، في أطباء شباب متدربين كمان اجوا من الجامعات السورية وبيدربوا وزارة الصحة، كمان حيكون لهم مواضيع خاصة فيهم، وبالتالي هو مؤتمر تعليمي بامتياز، أكاديمي بامتياز، والمحاضرين أيضا لهم دور كبير بنقل هيك معرفة مستجدة ومستمرة. مؤتمر سنوي هو عبارة عن تتويج لكل خبرات في مجال الداخلية الصدرية والجراحة الصدرية، هل بتهم خاصة المواطن، وهل عم تتماشى مع التطورات الحديثة بالعالم. رغم كل الظروف تبعنا، نحن دائما عم نمشي ونواكب كل شيء تطور بالعالم، لحتى نتم مجارين التطور العلمي، تعرفوا الهائل دائما بالعالم عم يمشي. دور مهم جدا، لانه هي بتعبر نحن انه سوريا لم تمت ودوما مستمره سوريا، وكل الشعب والجيش والقائد كلنا في سبيل سوريا. الاجتماعات هي بتدل اول شيء بتعيد اللحمه بين افراد الوطن، وبتعبر عن مدى صمودنا في وجه هذه المؤامرة الكبيرة التي تتم حاليا على أرض سوريا. هالمؤتمر كتير كتير مهم بعد هالفترة الانقطاع بسبب الأزمة، وإن شاء الله يعني له فائدة معنوية قبل ما تكون علمية. جمعتنا من جديد نحن أطباء الصدر برابطة أمراض الصدر بسوريا بعد هالأزمة الطويلة اللي بنتأمل أنه إن شاء الله تنفرج وبدأت تنفرج، وحقيقة علميا بضم محاضرات جدا جدا قيمة تشمل كل مواضيع أمراض الصدر.